عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. متفق عليه. في بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الكلمة: ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. وهذا معنى قول الله عز وجل في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت ضعيف، إن أردت طاعة الله عز وجل اطلب من الله أن يعينك على طاعته، لكن الذي يقول أنا أطيع الله ونسب هذه الطاعة إلى إرادته وإلى قوته، فالله جل جلاله لا يعطيه القوة التي يستطيع بها أن يطيعه. وأدق كلام قالوا سيدنا يوسف: الإنسان أيام يستقيم فيأخذه العجب باستقامته، فيظن أنه فوق الناس وأن الناس كلهم هلكة إلا هو، وقع في العجب وهو من أكبر الذنوب. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. أكبر من الذنب أن تقع في العجب. من هنا قال ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فحينما تتلو قوله تعالى: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. نبي كريم، نبي عظيم، يرى أنه أضعف من أن يصمد أمام إغراء النساء. والإنسان حينما يعتد بنفسه في موضوع النساء قد يقع في شباك امرأة ليست بشيء أمام زوجته، يدع الحلال الهني ويتبع الحرام الشقي. إذن ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. سيدنا يوسف مفتقر في تركه للمعصية إلى الله. سيدنا إبراهيم قال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني يا رب أنت إن لم تعني على ترك عبادة الأصنام لعبدتها كهؤلاء. وهذا لو طبقناه على أنفسنا بتكون ذاهب إلى مكان بتلاقي ملهى كله سيارات، في خمر، في رقص، في غناء. قل يا ربي لك الحمد أن أعنتني على نفسي وابتعدت عن هذه الأماكن. هؤلاء الذين يرتادون هذه الأماكن أشخاص مثلنا، رأوا أن هذا مغنما كبيرا وسعادتهم بهذه الأماكن. أنت حينما تأتي إلى المسجد النظيف الطاهر تستمع إلى كلام الله، أنت جئت إلى هنا باختيارك. أكثر الناس أو الذين يأتون في الصيف إلى بلدنا لا يستطيعون أن يصلوا الفجر، لأنه للساعة 5 سهرانين، للساعة 4 سهرانين في أماكن اللهو. فالإنسان إذا استقام لا ينبغي أن يأخذه العجب باستقامته، ينبغي أن يذوب شكراً لله عز وجل على أن أعانه على استقامته. ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. مرة أحد الإخوة زارني في البيت، ما إن جلست معه حتى انفجر باكيا. قلت له: خير إن شاء الله. قال: إنني أطلق بصري في الحرام. فأنا قلت له ببساطة: اتب إلى الله. قال: صرت تائب 50 مرة. ما أدركت سر ضعفه أمام هذه المعصية. في لقاء ثان فيما أذكر وثالث، إلى أن كشف لي الحقيقة. هذا شاب استقام وغض بصره، أخذه العجب، نظر إلى أبيه وأمه اللذين كانا سبب وجوده، رآهما ينظران إلى الحرام فاحتقرهما واعتد بنفسه وبدأ يكيل لهما التهم. الكبيرة، اعتداده بنفسه وباستقامته واحتقاره لأمه وأبيه، بدل أن يشكر الله على أن مكنه من هذه الطاعة، وبدل عن أن يشفق على أمه وأبيه أن لم يستطيعا أن يدركا هذه الطاعة، أخذه العجب. كيف أدبه الله عز وجل؟ ضعف مقاومته فانهار. فهي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعته إلا به. هل تصدقون أن العمل الصالح الذي أكرمك الله به إذا نظرت على أنه من صنعك ومن جهدك يغدو حجاباً بينك وبين الله؟ كم من إنسان محجوب بعمله عن الله. أنا عملت لحم من خيري، خير إن شاء الله، أنا دعيت لله، أنا علمت، أنا من 30 سنة أدعو إلى الله. هؤلاء الذين لهم أعمال طيبة أحياناً يقعون في حجاب بينهم وبين الله من أعمالهم الصالحة، رأوها. لذلك المؤمن الصادق لا ينظر إلى عمله، ولكن ينظر إلى فضل الله عليه، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. يضعف لك مقاومتك قليلا، فيرتكب الإنسان أشد الحماقات. يعني أنا أعرف أناس كثيرين تورطوا في الزنا مع امرأة لا تساوي معشار ما عندهم في البيت. فالإنسان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعته إلا به. يجب أن ترى فضل الله عليك بطاعتك لله، إذن هذه الطاعة تستمر. أما إن رأيتها من قوة إرادتك ومن حزمك ومن ضبطك لأمورك، فربنا عز وجل بشكل بسيط جداً يزعزع قدرتك على مقاومة المعصية، فيقع الإنسان في المعصية. لذلك الآية الكريمة في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين على عبادتك. يعني أنا أقول لبعض الإخوة الأكارم، يعني إذا كان ضعفت عن طاعة الله استعن بالله على طاعته. ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، بعينك. والله عز وجل يعني يعطيك قوة مقاومة، تلاقي حالك بعيد. يا إنسان بيسافر، إذا قال أنا وأنا وأنا تضعف مقاومته في السفر، فتلاقي يقع ببعض المعاصي. إذا إنسان قال إياك نعبد وإياك نستعين، تلاقي عنده قوة مقاومة عجيبة. فقوة المقاومة هذه تتأتى من استعانته بالله، لا من اعتداده باستقامته. أنا الآن عم أعالج أمراض رواد المساجد، أمراض المؤمنين، هؤلاء المتفلتين لا شأن لي بهم إطلاقاً، لهم معالجات خاصة عند الله. نحن ننظر إلى هؤلاء الذين يصلون ويستقيمون ويصدقون ويغضون أبصارهم، عندهم مزالق. أحد هذه المزالق أن يعتدوا باستقامتهم، أن يتباهوا بها، أن ينسبوها إلى قدراتهم الذاتية، أن ينسبوها إلى جهدهم. أما الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين مفتقرون إلى الله دائما، حتى في طاعتهم، حتى في إقبالهم. فما في حدا أكبر أن الله يضعف له مقاومته، وما في إنسان مهما كان ضعيف أصغر من أن يأخذ الله بيده إليه فيحميه من المعاصي والآثام. واحد يسافر لبلد أجنبي يقول لك أنا عندي قناعات، أنا إيماني قوي، ما بتأثر، ضابط أموري، ما بيهمني شيء. بتزل قدمه ويقع بالمعصية. يطلع إنسان مستعين بالله إلى بلاد الفجور والمعاصي، تلاقي وهو هناك غض بصر وإقبال على الله وتلاوة قرآن. أنا بسمع من الذين يأتون من بلاد الغرب تلاقي شاب عادي جدا رجع داعية من هنا وشاب آخر رجع زاني. فالقضية خطيرة جدا بين أن تعتد باستقامتك فيضعف الله لك مقاومتك تأديبا لأنك أشركت به وعزوت هذه الطاعة إلى ذاتك، وبين أن تفتقر إلى الله في طاعتك فيأتيك المدد من الله عز وجل ويقويك على كل الإغراءات. وأكبر دليل أن سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء يستعيذ بالله من أن يعبد الأصنام. معقول نبي كريم من أولي العزم يستعيذ بالله أن يعبد الصنم؟ رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، متفق عليه. وفي رواية النسائي: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت دواء من 99 داء أيسرها الهم. دواء من 99 داء أيسرها الهم. أنا علي يطيع الله عز وجل وعلى الله الباقي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء وقع أراده الله. إذا الإنسان هي اسمها حوقلة، إذا الإنسان يعني أصابته مصيبة فحوقل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شيء وقع لا بد من وقوعه، ما عاد في ندم، ما عاد في هم، ما عاد في حزن، لحكمة أرادها الله سمح بوقوع هذا الشيء، خلاص. لأن الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا الذي يشاءه ويرضى، لا يقع في ملكه شيء. ما دام الشيء وقع لو بدا لك أنه شر هو خير. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الحقيقة الإفك يبدو أنه شر، يعني إنسانة طاهرة عفيفة زوجة رسول الله اصطفاها الله له من بين نساء العالمين، سيدة عائشة، يعني لأسباب تافهة جدا اتهمت بالزنا لأنه وزنها خفيف، فلما حملوا الهودج ما انتبهوا أنه خفيف الهودج، ظنوها بالهودج ومشيوا. لو أن قرطها لم ينقطع فذهبت لتبحث عنه ما كان في حديث أفك، انتهى الحديث كله. لو أن عقدها في رقبتها كانت في الهودج، لكن لما انقطع عقدها ضاع، تفقدت عقدها فلم تجده، ذهبت لتبحث عنه، فلما أرادوا أن يرتحلوا حملوا هذا الهودج وانطلقوا به. طيب لو أنها تبحث عنه قريبا من الهودج الأفك ما وقع فيها. ممكن تقول ل100 مرة أنه لو كان كذا ما كان كذا. فهذا الحديث الذي اتهمت به السيدة عائشة بالزنا هذا شيء لا يحتمل، والناس المنافقون روجوا هذا الخبر وارتاحوا له، والمؤمنون تألموا ألما شديدا وسكتوا، وكل إنسان عبر عن موقفه الشريف أو غير الشريف من هذا الخبر. إنسان ظن بنفسه خيرا، إنسان ما ظن بنفسه خيرا، إنسان شمت بها، إنسان أشفق لها، فالنتيجة كان ممكن الحدث ما يقع. لو أنه شعروا أنه خفيف فتفقدوها وجدوها، لو لم تفتقد عقدها ما وقع الحادث، لو أن هذا الذي جاء لم يأتي لرجعوا إليها ما صار شيء. لكن في صحابي كلفه النبي أن يتأخر عن الجيش ليأخذ ما يجد فيه من أغراض وقعت من المقاتلين، رأى أم المؤمنين فاسترجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحملها على ناقته بكل أدب، بكل احترام، بكل عفة. هذا الذي حدث. طيب كيف لكان قالوا أنه هي زانية؟ قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يعني من خلال الإفك عرف الله الناس بحقيقة الوحي. الوحي ليس من عند رسول الله، لو كان من عند رسول الله وقع في هذه الأزمة الطاحنة لا نظم آية بعد دقيقة منه وانتهى الأمر. انقطع الوحي عنه 40 يوما. ماذا يفعل النبي بهذه الأيام؟ ما في عنده دليل إثبات ولا دليل نفي، والناس عم يحكوا وهو رسول الله. والله لا يحتمل أحدنا هذا الخبر، أحدنا ما عنده مشكلة أبدا. رسول الله عنده المشكلة. قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ثم يقول الله عز وجل: والذي تولى كبره له عذاب عظيم. معنى ذلك أن التوحيد لا يلغي المسؤولية. إذا قلت هذا قضاء وقدر، هذا نصيبه، هيك الله أراد، بمعنى ما في مسؤولية. كل إنسان محاسب عن أعماله. إذا النبي عودنا وأمرنا أن نحوقل حينما نتلقى خبرا سيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء وقع، ما دام وقع أراده الله، ما دام أراده الله في حكمة بالغة، ما دام في حكمة بالغة في رحمة مطلقة. خلاص، ما عاد في هم، انتهى الهم، ما عاد في ندم، ما عاد في لو، ما عاد في يا ريت، كله انتهى هذا. والإنسان لما ما بيندم بيرتاح. ليس في الإمكان أبدع مما كان. طبعا الله عز وجل فرز المؤمنين، فرز واحد عنده مثلا قطع ذهب كثيرة، في 24، في 18، في 16، في 11، في 8، في نحاس مطوي ذهب، في نحاس ملمع، في تنك كله أصفار. فرز لنا إياهم يا أخي، الله فرزهم، فرز الناس كلها بها الأصفار. المؤمن قال: معاذ الله، هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم. مستحيل. المنافق سمعت شو صار، دريت، هي اللي عامله حالة آدمية. المنافق حكى شيء والمؤمن حكى شيء، وانفرزوا الناس. وبين الوحي ليس من عند رسول الله، الوحي من الله. والله يعني أراد أن يبين أن الوحي مو من عندك. 40 يوم بلبلة، حكي، قصص كلها كذب، الناس في حيرة. فلما نزلت آية البراءة قالت أمها لعائشة: قومي إلى النبي فاشكريه. قالت: والله لا أقوم إلا لله. على مسمع النبي تبسم النبي وقال: لقد عرفت الحق لأهله. النبي موحد، لأنه يعني قد لا يقبل شيخ أن يقدم لك خدمة وتقول والله لا أشكر إلا الله، ما يقبل منك. النبي قال: عرفت الحق لأهله. يا أيها الإخوة، هذه القصة مفيدة جدا. لا تقول لو، كله خير، بس في خير ظاهر، في خير مبطن، خير ظاهر، خير مبطن. لذلك قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. متفق عليه. وفي رواية للنسائي: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها لهم. ما عاد فيهم شيء، وقع. بس تلغي لو ترتاح، بس تلغي لو. أيام لسبب تافه جدا، أيام عم توقع معاملة وقع لك إياها، رجعت سألته سؤال ثاني، هات شوف، لا ممنوع يا أستاذ، لكن لازم رجعت لعنده، مشيت للبضاعة، لا، وقف لك إياها، هات وثيقة الفلانية، ما معك الوثيقة، راحت 6 أشهر، خسرت. تتألم أشد الألم، لك لو ما رجعت لعنده وقع ومشي الحال. لا تقول لو، بس تلغي لو بترتاح. بقاموس المؤمن ما في لو. سافرنا سفرة صار معنا حادث، لكن لو ما سافرنا، لا. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. بس توحد ترتاح. بس تعرف أنه في يد حكيمة بيدها كل شيء، لا تسمح بوقوع شيء إلا لحكمة بالغة ولخير مطلق، ينتهي الأمر. والعبرة بالنهاية والعاقبة للمتقين. فهي درس اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما في دول، يعني يلي وقع أراده الله، والله إرادته تنطبق على الحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة تلتقي مع الخير المطلق. إذن شر مطلق بالكون ما فيه، لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. كله خير، إجاك أولاد، ما إجاك أولاد، دخلك كبير، دخلك قليل، يا ريت ما بعت المحل، كنت هلا عايش ببحبوحة كبيرة، رحنا بعناه وتورطنا. أكثر كلام الناس في ألم وحزن وندم، لو ما أخذت فلاني أخذت فلاني كان ما كان هيك وضعي. لا تقل لو إطلاقا، قل قدر الله وما شاء فعل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.